السلام عليكم. فقري: إيران قد تنشر 200 صاروخ في العراق لمهاجمة إسرائيل. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أفادت صحيفة جيروزلم بوست: مع تصاعد التوتر بين إيران وأغلب الدول الغربية، تشعر إسرائيل بالقلق من أن طهران يمكن أن تنشر ما يصل إلى 200 صاروخ طويل المدى في العراق لمهاجمتها، مشيرة إلى أن إيران تمتلك مئات الصواريخ التي يمكنها الوصول إلى إسرائيل. وأشارت الصحيفة إلى أن فرصة المواجهة المباشرة بين الاحتلال وإيران تعتبر منخفضة، فإن التوترات المتصاعدة في شمال وسط احتمال المواجهة في سوريا أو لبنان قد تدفع إيران أيضا إلى الرد. وقالت الصحيفة أن المبرر المنطقي لنشر إيران للصواريخ في العراق وإطلاقها من هناك ضد إسرائيل هو محاولة منع رد انتقام مباشر لجيش الاحتلال ضد أهداف داخل الأراضي الإيرانية. وأضافت بأن إسرائيل لا تعتقد أن حزب الله اللبناني مهتم حاليا بشن حرب جديدة، لكن المخابرات العسكرية ترى أن هناك فرصة كبيرة نسبيا لوقوع أيام قليلة من القتال بين جيش الاحتلال وحزب الله المدعوم من إيران. وبحسب تقارير الصحيفة، صعدت إسرائيل من هجماتها في البنية التحتية الإيرانية في سوريا في الأسابيع الأخيرة، وكانت قد وردت أخبار صباح الاثنين المرسلين تفيد بأن طيران سلاح الجو الاحتلال قصف أهداف بالقرب من دمشق. وجاءت ألغارا منسوبة لإسرائيل غداة إعلان تل أبيب إطلاق مناورات عسكرية مفاجئة تغطي المنطقة الشمالية لإسرائيل بأكملها. في الأخير، إذا كنتم من المهتم بهذا النوع من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.